أبو الطيب المتنبي، شاعر الحكم والأمثال. يعد المتنبي مفخرة الأدب العربي، فهو صاحب الأمثال السائرة والحكم البالغة والمعاني المبتكرة. قال المتنبي: كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا. تمنيتها لما تمنيت أن ترى صديقا فأعيا أو عدوا مداجيا. إذا كنت ترضى أن تعيش بذلة فلا تستعدن الحسام اليمانيا، ولا تستطيلن الرماح لغارة، ولا تستجيدن العتاق المذاكيا. فما ينفع الأزد الحياء من الطوى، ولا تتقى حتى تكون ضواريا. إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى، فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا. وللنفس أخلاق تدل على الفتى، أكان سخاء ما أتى أم تساخيا. أقل اشتياقا أيها القلب، ربما رأيتك تصفي الود من ليس جازيا. خلقت ألوفا لو رحلت إلى الصبا، لفارقت شيبي موجع القلب باكيا. ولكن بالفسطاط بحرا أزرته، حياتي ونصحي والهوى والقوافيا. إذا كسب الناس المعالي بالندى، فإنك تعطي في نداك المعالي. وغير كثير أن يزورك راجل فيرجع ملكا للعراقين واليا. وأنت الذي تغشى الأسنة أولا، وتأنف أن تغشى الأسنة الثانية. إذا الهند سوت بين سيفي كريهة، فسيفك في كف تزيل التساوية. فأصبح فوق العالمين يرونه، وإن كان يدنيه التكرم نائياً.